السؤال السابع بي برضو يعتبر ماجنتيزم. هنحل السؤال بي اي، بيقول لي figure 7.1 shows the top view of two bar magnets and a vertical rigid conducting rod carrying a current. The direction of the current in the rod is coming out of the paper. يبقى الكرنت هنا يا اولاد جاي out of the paper. طب يا حبايبي تعالوا نشوف الاول الراجل بيقول لي ايه. السؤال بيقول لي in figure 7.1 draw a single line with an arrow to show the direction of the magnetic field due to the bar magnet in this in the position of the rod. حبايبي في المنطقه بتاعت الرود واضح ان ده نورث وده ساوث. تعالوا نشوفها كده اهو، ده نورث وده ايه وده ساوث. يبقى بكل بساطه يا اولاد هنزل خط كده ستريت لاين من هنا لهنا اهو، تمام، وده اتجاه الماجنتيك فيلد فروم نورث تو ساوث. هو قال لي ارسم خط واحد، سو اهو سنجل، درو ا سنجل لاين، درو ا سنجل لاين عشان ارسم ده الماجنتيك فيلد بهذا الشكل.